نكروا الحق وجاءوا الصنما بقلوب عاشقت ليل العمى أيقنوا أنك حقا مرسل لتتم النور تعلي القيما ثم مالوا عنك في أحقادهم رفضوا غيثك لما أنهما كلما تشعل شمعا أطفأوا وأرادوا الكون كونا مظلما وأرادوا الكون كونا مظلما هكذا الأعراب جهل مظلم دون وعي يكرهون العلماء جاهليون هم طول المدى يعشقون الجحر يخشون السماء هكذا الأعراب جهل مظلم دون وعي يكرهون العلماء جاهليون هم طول المدى يعشقون الجحر يخشون السماء نكروا الحق وجاءوا الصنما بقلوب عاشقت ليل العمى أيقنوا أنك حقا مرسل هن لتتم النور تعلي القيما ثم مالوا عنك في أحقادهم رفضوا غيثك لما أنهما كلما تشعل شمعا أطفأوا وأرادوا الكون كونا مظلما هكذا الأعراب جهل مظلم دون وعي يكرهون العلماء جاهليون هم طول المدى يعشقون الجحر يخشون السماء يعشقون الجحر يخشون ستجد شبه كل زمان وتراهم دمر كل وطن وبيوت الله كم ترعبهم فهم الغون عباد الوثن فهم الغون عباد الوثن حاربوا الطهر فيا ويلا لهم ثم ضاعوا في نفايات الدران كم أساءوا للنبي المصطفى بعد هاجروا على أم الحسن بعد هاجروا على أم هكذا الظلم بقى ديدنهم بالمساكين يصبون المحان كم شهيد قد مضى من غيهم كم أسير وبقي هو بقيد مرتهان هكذا الظلم وقع بيدنهم بالمساكين يصبون المحان كم شهيد قد مضى من غيهم كم أسير وبقيد مرتهان كم أسير وبغيهم هي يا رسول شرح الأسى يطول عادت قريش بالطباع الجاهلية ونصبوا الصنم وحاربوا القيم عادوا بثوب آخر بالعنجهية مولاي والهدى جارت به العدا وحاربوا إسلامنا صبحا عشية
طه متى تعود فظلمهم يسود تعبثوا بالعباد أحقاد أمية تعبثوا بالعباد أحقاد آه أيها المختار عد الأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء يا أيها المختار عد الأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء للمساكين وكل الفقراء يا رسول إيه يا رسول شرح الأسى يطول عدد قريش بطبع الجاهلية ونصبوا الصنم وحربوا القيم عدوا بثوب آخر كالعنجهية مولاي والهدى جرى به العدا وحربوا إسلامنا صبحا عشية طه متى تعود فظلمهم يسود تعبثوا بالعباد أحقاد أمية تعبثوا بالعباد أحقاد أمية أيا رسول شرح الأسى يطول عدد قريش بطبع الجاهلية ونصبوا الصنم وحربوا القيم عذبنا عدو بثوب آخر بالعنجنية مولاي والهدى جرى به العدا وحربوا إسلام صبحا عشية مهما تتعو فظلمهم يسود تعبثوا بالعباد أحقاد أمية تعبثوا بالعباد أحقاد أمية هي أيها المختار عد للأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء أيها المختار عد للأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء إيه أيا رسول شرح الأسى يطول عدد قريش بطبع الجاهلية ونصبوا الصنم وحربوا القيم عدوا بثوب آخر بالعنجهية مولاي والهدى جرى به العدا وحاربوا إسلامنا صبحا عشية طه متى تعود فظلمهم يسود تعبثوا بالعباد أحقاد أمية أيها المختار عد الأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء أيها المختار عد الأبرياء بالإباء للمساكين وكل الفقراء بالدعاء للمساكين وكل الفقراء يا مصطفى تحنن على قلوب الشعوب قريش أتت بأوطانهم لشعب سليم يا مصطفى تحنن على قلوب الشعوب قريش أتت بأوطانهم لشعب سليبي هنا سارقوا وهنا أحرقوا بجور اللهيب متى وعدنا يا مصطفى بصبح قريب يا مختار كل الشعب يفديك متى من كعب من أياديك يا مختار كل الشعب يفديك متى من كعب من أياديك فخذنا من شروق من أعاديك يا مختار ها إنا نناديك يا مختار إنا
يا مصطفى تحنن على قلوب الشعوب. قريش أتت بأوطانهم لشعب سليب. هنا سارقوا هنا أحرقوا بجور اللهيب. متى وعدنا أيا مصطفى بصبح قريب؟ أيا مختار كل الشعب يفديك، أتمنى منك عطفا من أياديك. فخذنا من شرور من أعاديك. أيا مختارها إنا نناديك، أيا مختارها إنا ننادي. أيا مختار كل الشعب يفديك، يتمنى منك عطفا من أياديك. فخذنا من شرور من أعاديك، أيا مختارها إنا نناديك، أيا مختارها إنا نناديك. من المختار إلى الكرة سنمضي بدرب الإرادة، ومن طه إلى المهدي عشقنا ضيع الشهادة. من المختار إلى الكرار سنمضي بدرب الإرادة، ومن طه إلى المهدي عشقنا ضيع الشهادة. كلما تضغى قريش الجاهلية فسال اسمه بالمعنى الأحمدية. كلما تضغى قريش الجاهلية فسال اسمه بالمعاني الأحمدية. رغم أنف اللات والعزة نبقى أحمديون ونهو المهدوية، أحمديون ونهو المهدوية. من المختار إلى الكرار سنمضي بدرب الإرادة، ومن طه إلى المهدي عشقنا ضياء الشهادة. من المختار إلى الكرار سنمضي بدرب الإرادة، ومن طه إلى المهدي عشقنا ضياء الشهادة. كلما تضغى قريش الجاهلية فسنسمو بالمعنى الأحمدية. كلما تضغى قريش الجاهلية فسنسمو بالمعنى الأحمدية. رغم أنف اللات والعزة نبقى أحمديون ونحو المهدوية، أحمديون ونحو المهدوية.